صباح الخير والعافية. لأصحاب عمران فقط هذا الفيديو وأصحاب مران. لمشايخ عمران ومشايخ مران. لمشايخ حاشد ومشايخ الهضبة. أنا في اعتقادي أنه يعني جوزنا لكم آلاف وملايين المرات وأنتم تدخلوا الكلام من إذن وتخرجوا من إذن. الكل عمران مشايخها وعيانها مثقفينها والناس الحلوين اللي فيها رغم انهم قليل، مش ملاحظين ان انتم اللي تربوا خرق؟ مش ملاحظين انه انتم داعسين على خر؟ شفتم صاحبكم هذا اللي ثياب؟ وهذا مثال بسيط من آلاف. لا تقولش لا تعمم، انا ما بعممش بس بوصفكم بحيث انه ربما يعني يصل الصوت هذا الى عقول احدكم. هؤلاء الناس يعكسوا الصورة الحقيقية لكم، ما ربيتم ابناءكم عليه. انتم وقود المعارك، انتم المرافقين حق المشايخ، انتم وقود الحرب، انتم مرافقين ابو علي الحاكم، انتم القتلة، انتم اللي تقطعوا للسيارات، انتم السراق، انتم مهربين المخدرات، انتم مهربين الخب، يعني سيرتكم خرا. فما تتعوروش لما يجي صاحب عمران من داخل اب حق حقاني، حقان من؟ حقان من يريب امك لا داخل عمران؟ ما عمكش حق لا باب ولا بتعز ولا بصنعها. فعيالكم الان صح انتم مشتاقين بالحوثي، وزمان كنتم مشتاقين بعلي عبد الله صالح، وقبله مشتاقين بالامام، لكن بيجي لكم يوم بتدعسوا سعال كلاب. فيجب ان تربوا ابنائكم تربيه صحيحه وتقولوا لا، حكانك اللي جنب كعلة امك، حكانك الذي حق ابوك مش حق الناس، مش حق صاحب اب ولا صاحب تعز ولا صاحب عدن. يجب انه نسمع انه اصحاب، يطلع واحد يعتذر طيب منكم، يطلع واحد يعتذر من المشايخ يقول هذا المخنوث مش مننا، هذا لا يمثلنا. اما تسكتوا ساعة الدولنا ابو عوجه لا حضر موت، ساعة الدولنا سارق دباب غاز لا داخل اب، ساعة نزلوا لنا واحد مخنوث صادق ابو شوارب تنزلوا لا تعز، ساعة يعني استحوا على انفسكم. ما هوش من القوة، يعني ما هوش الرجالة، مفهوم الرجالة عندكم خطأ. الرجالة مش بالمعواز والجنبية وانك تحفظ زوامل وانك لابس بثلاثين لون وشمك شم زغنك كور لآخر الشارع، ماشي الرجالة هذه. ماشي الرجالة انه تجيس الكفزرة بين ضراسك ثلاثة شهور، ماشي الرجالة هذه. ماشي الرجال ان الفسوة حقك تولع من جيفتك، ماشي الرجال انك تجي شهرين بدون غسلة، ماشي الرجال يجي ظفرك تحته كلاب ما تقصوش، ماشي الرجال انك تنخط على الناس. مواصفات وقيم الرجال عندكم خطأ يا اصحاب حاشد ويا اصحاب سنحان ويا ماشي سنحان، ما لناش دخل من سنحان، اصحاب طارق يقولوا الهضبة بشكل عام ثقافتكم خطأ. لكن اليوم خلونا نتكلم على عمران. يجب إعادة تدوير هذه النفايات، يجب أن أنتم تفعلوا لكم حل. ما هو صاحب إب ولا صاحب تعز ولا صاحب الحديدة مطية لكم، ما قد جاش واحد من إب ولا واحد من تعز والطرطر عندكم بعمران، ولا واحد من الحديدة ولا واحد من التحيتة وتبلطج داخل عمران من ألف سنة. ليش؟ لأن احنا مربيين، لأنه في عندنا قيمة للإنسان. انتم تخرجوا الواحد من كعلة امه مخنوث ما يسويش بصلة يقول لك عدم بع وانت ضرت صبرت والناس ضرت، يعني مغامرة. ما هيش هذه رجالة ولا هي اخلاق. اسهل حاجة انك توقع بلطجي، اسهل حاجة انك توقع سارق. ربوا اولادكم صح، عيدوا يعني يقولوا ها ما لنا اش حصل اش في، مش عيب. ما اليمن مش ناقصه مخانيث وسرابيد، اغرقتم البلاد. متقطعين للسيارات، سرق للتوائر، سرق دنقلصات، مهربين مخدرات، بياعين خمور، بساطين على اراضي، مرافقين مشايخ، كل الخرى من عمران. كأنه في طيز كبير داخل عمران يخرج لنا ناس خرا، يخرج خرا.
راجعوا راجعوا التاريخ، التاريخ سيتبول عليكم. وهي مرحلة، هي مرحلة، لكن القادم إن شاء الله سيأتي يوم إذا ما جاش. يعني أنا أشك أنه يجي مع العليمي ومع المجلس الرئاسي هذا التافه، لكن في المستقبل ربما يأتي. خاطب العقال من أبناء عمران: قتلتم البلاد لهذه الدرجة عيالكم زنوات، ما يهمكمش، ما تهمكم سمعتكم لهذه الدرجة، أنتم تافهين، عيب. احنا في 2024، مو من خرقان نزلت الى عدن للشمال للوسط للهضبة لا مدري بين من، ما ارخصكم. يقول لك تعبنا، ليش نقول لك الجنوب انفصل؟ ليش هذا البديل من هذا؟ ما حد يشتيكم، مش كرهن عيالكم، مخانيف عيالكم، مش مربيين.